انت يا بيه، انت يا بيه اللي نايم ولا في دماغك كل اللي بيحصل لي؟ يا باشا يا بتاع الحق والعدل، قوم اصحى بقى قوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، ما هو انا العفريت اللي جايبه لك الست الهانم البلسم اللي قاعده بره دي بس علشان تشلني وتنقطني وتخليني اشد في شعري ليل نهار لحد ما هنحب. صباحنا وصباح الملك لله. يلا اديني بقى بالطريحه بتاعتك انت كمان، ما انا اصلي ناقصاك. جرى يا بشاير بريحه البصل اللي مالك هالصبح فيه. جرني خلاص، ما بقتش قادره استحمل. هو انت ايه يا اخي، متجوزني تخليص حق ولا حد مسلطك انت وامك لحد ما تجيبوا اجلي؟ يا رب. بتقول ايه؟ بقول يا رب صبرني. الصبر ذات نفسه لو عاشر الست الوالده اللي قاعده بره دي مش هيستحمل. انا حاليها منها ولا من ابن؟ يا بشاير كفايه بقى، مش كل يوم بنصحى على الموال ده. انا خلاص اتخنقت وطيقت وما عدتش طايق. خلاص اتخنقت يا بشاير اتخنقت. طب انا عندي ليك حل كويس قوي هيريحنا احنا الاثنين. انا همضي لك ورق على بياض واتنازلك عن كل حقوق، بس اعتقوني بقى لوجه الله يا اخي. خلاص امضي الورقه وحطها في الدولاب، اكيد هنحتاج لها. غيروها تاني؟ لا غيروها تاني، الحكومة بره عندي. يا نهار اسود، والعرض كمان شغل مهم. شغل مهم ايه؟ بقول لك الحكومة هنا هيسمعوا البنسون وياخدوا البنات. كله يظبط مكانه. يا لهوي، بقول لك هيسمعوا البنات وياخدوا البنسون. الحالات دي جري وسط الجدعنة. جدعنة ايه؟ الحالة دي بتبقى الجدعنة كلها. طيحني يا بطاط تعالى هنا. دامي. ما انا همشي قدامك، انا همشي وراك، ما انا اكيد قدامك. خد يا مغاوي. العفو يا باشا. خد يا تسلم يا باشا. الله، قول لي يا مغاوري، هو امورنا يا باشا ايه حكايه الحبايه اللي انا لقيتها في جيبك امبارح دي؟ حبايه؟ حبايه يا باشا؟ بجد انا مش عاوز اعزيك، انا عاوز اعزيك بجد. كنت طلعت الحبايه دي من جيبك في وسط الاسم امبارح وركت عليك الاسود من الاسود، لكن انا عديتها بمزاجي. صح يا باشا، انا هحاول سعادتك. بص يا باشا، انا الاسبوع اللي فات ده كله ما نمتش فيه غير ساعتين، وبعدين سعادتك عارف بقى هم البيت ودوشه العيال، وبعدين الواحد لو غفل نص ساعه يروح في 60 ده يا باشا، ما سعادتك فاهم. فنص حبايه من ديت بتخلي الواحد يبقى مركز كده يعني يا باشا. مش من هم خالة يا باشا.